بس انا رحب بس بمس ديفا ريشي سينيور كوربريت سيلز بسانشوري موتورز. هاي ديفا مره جديده معنا، عم ضوي اليوم على سولاريس اللي اعتبرتها ببدايه حلقتنا سياره لكل يوم، وما عندها سيجمنت معين فيها تكون للبزنس مان، للعائله، للشباب، ستودنت كارز كمان، ستودنت كار ما عندها شيء يعني ما في سيجمنت لها خاص. هذا الحلو فيها السياره. نعم بدنا قبل ما نحكي عن السياره بدنا نخبر اكثر المشاهدين عن سانشوري موتور، تاريخها بلبنان، شو عم تقدم خدمات اليوم لزبائنها. سانشوري موتور كومباني اللي تابع على رسامني جروب مثل ما بتعرف تهتم اول شيء بخدمه الزباين. من لهالسبب هذا في عنا نحن الجراج النقال يلي هو 24/24 بيجي عند الزبون وين ما كان بلبنان، بحال ما كان قادر الكلاينت هو يجي لعنا على الجراج. وبنفس الوقت نهتم كثير انه الاسعار تبع السيرفيس تبعنا تكون فيري افوردبل، كثير مقبوله، وزيادة على هيك لنريح الزبونات تبعنا اكثر كمان عملنا هلا لبنونز بيست وارنتي يلي هي على 6 سنين او 120 الف كيلومتر، اطول كفيل بلبنان ليكون الزبون مرتاح بيكوز كمان وي تراست اور برودكت. اكيد بتكون في ثقه كثير كبيره بالسياره، بتكون كفاله اكثر واكثر اطول. صح. اليوم عم نشوف شكل كثير اتراكتيف للسياره، الويل بيس تبعها مهمه كثير، كمان سيستم الايروديناميك فيها مشغول بشكل كثير متطور مثل ما عم تشتغل عليه هيونداي بسياراتها الجديده مع الشيب الحلوه للازاز الامامي واكثر من فوق. خبرينا ديتيلز اكثر عن اللاينز فيها والجنوطه وغيرها. بالنسبه للشيب تبع السولاريس مثل ما انك شايف هي a modern look, modern with trendy look. هي عندها نفس البلاتفورم تبع الاكسنت ونفس الانجن بنفس الوقت. الاكسنت معروف كثير من اول ما تاسست شركه الهيونداي، هي سياره كثير نجحت بالسوق، فهذا الشيء كمان موجود بالسولاريس. سولاريس هي اكثر من اكثر السيارات مبيعا عندنا هلا بالشركه، والزبونات كثير عم بحبوها لانه من ناحيه الشكل ومن ناحيه الاوبشنز فيها كل شيء، وبنفس الوقت سعرها كثير حلو مثل ما بتعرف. كمان بعرف ان الصندوق الخلفي تبعها هو من الاوسع بفئتها. بنشوفها اكثر اكيد على ريموت كنترول بتفتح اوتوماتيكلي. مظبوط. من جوا واسعه فعلا كثير كثير كبيره. صح. حجمها يعني حجم صندوقها كثير كبير وهذا الشيء بيساعد، وبنفس الوقت ريفرسبل سيتس كمان تنوسع اكثر عن الصندوق الخلفي. 100% اذا عندنا اغراض اضافيه، يعني عمليه كثير السياره وشكل كثير حلو. رح نتابع حديثنا نشوفها اكثر من جوا لهيونداي سولاريس الجديده. تعالنا على داخل السيارة ديفا، يعني كمان في اوبشنز اساسية سيارة السولاريس من هيونداي، خبرينا اكثر تفاصيل. اوكي، في عنا بيزك سيفتي فيتشرز يلي هن اثنين اير باجز واي بي اس بيجوا بكل التريمز تبعها. في عندك بلوتوث مع راديو ستيرنج كنترول، راديو سي دي ام بي 3 يو اكس يو اس بي للميوزك، اكيد اربع شبابيك كهرباء، مرايه كهرباء مع اشاره على المرايه. الانتيريور تبعها اتس فيري سبيشس بالنسبه للكلاس تبعها، وهذا الشيء كثير بيريح الزبون. بنفس الوقت في عنا كمان مثل ما شايف يعني للميوزك، لليو اس بي، سي دي، ام بي 3، everything for the music. يعني مشان هيك فينا اليوم ناخذها ونعتبرها سياره للشباب وسياره للستودنتس لانه فيها هالامور. صح، عم تنأخذ از فاميلي كار، از ان اندفجوال كار، وحتى اون كوربريت ليفل للكوربريتس كمان عم ياخذوها لانه مصروفها كثير حلو وحجمها حلو بنفس الوقت. بنتابع حديثنا معك وبعد ما صارتنا الداخل نحكي اكثر عن محرك والبرفورمانس لسياره الهيونداي سولاريس. تابعين اكيد حديثنا مع ديفا عن سياره الهيونداي سولاريس، وهلا صار وقت تحكي بيرفورمانس. كم محرك جاي السياره بالسوق؟ هي بيجي فيها محرك واحد يلي هو 1400 سي سي، اربع سيلندر، 107 هورس باور. بالنسبه للسايز تبع السياره هذا المحرك كثير نشيط، وخاصه انه بتعرف طرقتنا بلبنان عندها كثير تلوع وهيك، يعني البرفورمانس تبعها از فيري جود، وبنفس الوقت اتس ان ايكونومي كار، يعني مصروفها كثير حلو كبنزين. مصروف اكيد ممتاز مثل ما عودتنا هيونداي على كل حال بكل طرازاتها. هيدا من ناحيه البرفورمانس. جانت السياره لفتني كثير 16 انش هو 16 انش الوي ويلز، واذا لاحظت هو تو تون، يعني لونين بيجي بيعطي سبورتي لوك كثير حلو، بيعطي ثبات اكثر كمان خلال القياده. ومظبوط، والديزاين تبع الجانت كمان كثير عاطي ملفت للنظر 100%. عم تابع حديثنا عن السياره اكيد، وهلا صار وقت البارت الاهم، نشوف اليوم ستارتنج برايس تبع هيونداي سولاريس بالسوق اللبناني. صار وقت نسأل اكيد ديفا كل المعلومات اللي حابين تعرفوها عن السياره، خاصه معلومات يعني سعر السياره والسيرفيس سنتر وغيرها من الامور. ستارتنج برايس سولاريس
سولاريس هلا سعره اون ذا رود يعني مسجله خالصه، عاملين سبيشال اوفر على الموديل 2018 سعره 16250 مع تي في اوت الجيل، وعاملين كمان اوفر عم نعطي مع 200 متر بنزين مع سنه صيانه ببلاش مع سنه انشورنس وان يير فري انشورنس اور حلو. اور $700 ديسكاونت، يعني هن بينقوا بين ال $700 خصم او الباكج الثانيه يلي هي الانشورنس مع المينتننس مع البنزين. لا حلو ثاني باكج البنزين والمينتننس والمينتننس. اتس فيري انا باخذ الثاني اكيد. طيب عندنا كمان برجع نذكر انه الورنتي عم تكون 6 سنين او 120,000 كيلومتر، هو اكبر ورنتي بلبنان. تست درايف فينا نعمل اكيد على السياره؟ اكيد، نحن في عنا اكثر من 20 فرع بلبنان، فنحن بنشجع الزبونات انه يتصلوا فينا ويعملوا تست درايف لان السياره سوقتها كثير حلوه وبس يسوقوها رح يحبوها على الاكيد. شكرا ديفا على كل المعلومات عن هيونداي بشكل عام، عن سانشوري موتور وعن سولاريس اللي كانت معنا بحلقه اليوم. نشوفك بحلقات مقبله مشاهدينا، بكره سياره جديده اكيد على الام تي في اوتو فوكس. الى اللقاء.